لمصاب الحسين تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لا كنما عيني لأجلك باك أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على باب الحسين بطل الكفين ساقي عطاشة كربلاء وحامل اللواء وكافل الحوراء السيدي ومولاي بالفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الإمام الحسين، أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهر الحسين، شهر الأحزان، شهر مصيبة الحسين وعيال الحسين ومن كربلاء وجوار الخيام والتل، والحلقة الأخيرة في برنامج تبكيك عيني يا أبا عبد الله، وإن شاء الله كل الحلقات اللي شرفونا خدمة الحسين تكون مولات الزهراء حاضرة، وإن شاء الله تكون هي صاحبة العزاء. كل المشاهدين المتابعين إن شاء الله شكرا لكل شخص شارك منشور أو علق أو دخل بشيء بقضية البرنامج، شكرا لكم. سوية إن شاء الله هذه الحلقة مختلفة بعض الشيء لكونها حلقة الختام، خدم مخلصين من الناصرية، خادم الإمام الحسين الشاعر تحسين الخفاجي، عظم الله لك الأجر وحياك الله وحمد لله على سلامتكم. عظم الله أجورنا وأجوركم أستاذ محمد، إن شاء الله الموفقية لخدمة محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. وكذلك ناع الزهراء ملا فارس العبودي، حياك الله وعظم الله لك الأجر يا عزيزي. الله يحييك ملا محمد، أجرنا وأجوركم إن شاء الله، وصلى الله بحق محمد وآل محمد أن وفقنا وإياكم لخدمة محمد يا أبا عبد الله. في ميزان شكرا لتلبية الدعوة والحضور إلى نعرف ازدحام المجالس والمشاركات من محافظة إلى محافظة، لكن أنتم لكم بصمة في هذا البرنامج. الله يحفظكم. نعم، برنامج لكم مشاركات وكنتم في قمة الإبداع الحسيني، حياكم وبياكم. واليوم حلقة ختام، وإن شاء الله مولاتي حاضرة ونحن جوار سيدي مولاي الحسين، وأنا اليوم حسبوني كأنما ما موجود وياكم. الله يحفظ لكم القراءات وأريد دمعة، وأنتم أصحاب الدمعة والحرقة على سيدي مولاي الحسين، ولك القراءة يا بعد يا الله يا حسين يا أبا عبد الله. حسين تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني
علينا ظل علينا مشينا بشمس ماكو يا ابن الله ولا ما مش بويا مشي مشينا بشمس ماكو ظل علينا بسلاسلهم مكتمة اخويا يا اخويا واويلاه بسلايا سلاسلهم مكتف ظل علينا يا صاحب الزمان عذرين انا حسين الخيل جابيت 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 وويلاه وويلاه بويا حسين الخيل 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 جابت ظل علينا ما ظل علينا انمرد لحم بحوافر خيل ومي انمرد لحم بحوافر خيل ومي بعد ما بيج ما بيج ما بيج يروح خلافه عنا بعد ما بيج يا زينب يا زينب يا زينب يروح خلاف هن بعد ما بيج وحاجيني يا خي تشبيج ما بيج ويا حاجيني 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 يا خي تشبيج ما بيج خويا بعيد الشام وانت خويا بعيد الشام وانت حيل ما بيج ما بيج اش وصلك لو مشيت انت سبيا قلها مولاتي مولاتي انا تمنيت حلم وقعد بحلمي يا ابويا وفي الزن من نومتي والقاك يمي يا ابن خواتك صعدا النور من الفشل لاذا ورد ولا اخ ولا شو صار سمنا بكل الحلوك حتى الفراش اللي عندنا مبيوك وويلا ايه اخ اخ خويا انا تمنيت حلم وقعيد بحلم يا ابن امي انا تمنيت يا حلمي واقعد بحلمي وفز من نومت والقاك يم اخوي خويا واشب قيمك واشم ريحت جابون على هزله وناس تدفع ناس وشفت بالشام خويا العمر ما شفته ولا ولا وبنص القصر قالوا لي شو عافاك وانا حسين اقلهم ما يعوف اختي بويا وانا غريبه بويا وانا غريبه
ابو علي خويا خويا منين اجيبه وين جابته كلها بصوب وعيون الشماته بصوب راس من البواج عليك ما شلت انا بتمن وطب الحسين للديوان انا بتمن وطب الحسين للديوان ترى العباس يعدل له محشم اخ اخ تقل لاخويا حبل المودة خويا حبل المودة ما تو انقطع حبل المودة يا خويا ما كردة وبعلي خويا وبعلي أخويا خويا ما كردة أباتن بالخرابة شلون هاي تصير ولا مدللة مخدرة والطق والشتم كله تحملت يزيدي قل سكتوا يم راس حسين وبيد الخيزران ويضرب بشفته قلق ذيك السبايا ونوح المعزيات عش الدور الكفالة وخذ ما عفت الله أكبر قل لأخويا شلك يا خويا ابن وما تلقى خويا شبزاع شبزاع يا بعد العرف يا ذبارك لشبزاع شف الثوب الرضيع الكل دم الفوف اطفال الشام يم رجليها شامرته انكسر قلب الرباب وطاحت على القاع ثوب ابن تقلهم تون خيط كلها تصيح زين ابو طريج بعيد ومثل عشرة اخوت الدمع عاشرت قل يا يم يا يم يا يم رباب لا حق اي والله اي والله قل يا يم يا يما طفل بعدك يا يما بعز غلايتك يما شمس وطفت شمعت حياتك حياتك يما ردتك تكبر تصير جعلاتك يا يما من نبكي ينقح حتى الفراش عمريش هذا شلون ينعاش يوجعني قلب الله ولحد وما ضل عقبكم حيل بياش يما يما يا واهس خلقي يا تعب يا مال الليالي هذه اللي ما صيعته الذريه ان شاء الله اي والله الا اصحاب الذريه اي يما يا واهس خلقي يا تعب يا مال
خلي الناعين عبصات عيني عيني يما أهزن بين مهد وين مهد غالي أولا أهزن بين مهد وش هالقطع يلما تمرون والله وش هالقطع شاليش عن ما تنشدون وين الله واسمع دقة الباب وساعة وقت يم تسيرون قل أخويا ويا من لقعد وياك من لقعد وياك يا ابن خويا بعل من لقعد وياك أنا روحي ترد من لقعد ويا ويا شمنا نوح تكضني الاصفاح شيخ العشيرة والسلف راح اتمنيت عمري الياخ ظل بلك من اموت بموت ترتاح خويا 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 خد على التراب لا ابو علي غدا على التراب مثلك ما يحط غدا على التراب خويا كل على الاخوة وين الاخوة وين يا زينة وين يا زينة خويا كل على الاخوة انا شايل عالي القلب أصعب موقف من تشوف أخوك يموت أول شي تفقد الخوة والعشرة بس حسين لما انفارق العباس مدرو على النهر ياهو اللي زمره خويا الأخ غالي خويا الأخ غالي خويا الأخ غالي خويا غالي وعزيز ودم دمي دم دمي خويا لين بريحة أبويا وريحة أمي يا زهراء ولا خويا ويزيل همي خويا ويزيل همي أشوف أنك جنت ويزيل همي ترى الما عند اخوي ينفل حزامه بساع بس يدير وجهه تبين الكسره شايف من تودع انسان غالي عليك تخسر روحك وما تقدر تخسره خويا خويا الحسين يقولون ايش خلى يد على خاصر الان انكسر ظهري اي والله الصاحب الله صامع عاد يعوض يا اخويا ما عاد يعوض يا اخويا الاخو ما عاد يعوض ويا وقفنا بضي يا عباس يا اخويا ويا وقفنا بضي يا وقلب بغيايب وايك وقفنا بضي خويا مهضوم عباس خويا مهضوم انا مهضوم ارد شلون ترضى يا اخو عفي ام البنين اش كثر ربت بيه شلمة خويا ما قايل لك كل عمره عبد محتبر نفسه وما يشيل الراس اه اي والله
يقل استح من امك فاطمه الزهراء. اي والله خويا لا يما خيل يما خيل خويا لا يما خيل لو يما خيل يا شمح لال وخو لو يما خيل ويا سويا خويا سويا سويا ما جبت العمر خويا سويا وين يا عباس خويا خويا ابو دا شال الماي قالوا وجبال حسين شايمت نساء عباس وذكره الله 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 اجب عين السهم والسهم ما كفاه ولجل الخوة ذب اليمنى واليسرى خويا شلون السهم صافاك بالعين خويا شلون اي خويا شلون السهم صافاك بالعين خويا تشبيه ويا مقطوع خويا ومقطوع منك خويا شفين شفين عباس عقبك شيب احسين احسين يا شرط وتعدد الخوان نعم ترى القرآن دوم ويذمهم الكثرة كلها تهابك من تشوف أخوك وياك والمضيع لخو يا ناس شي صبره آخ 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 مولاي أبو علي ما أدري شلون حالك شفت زينب يا اخ ويا حنينة حنينة لخيت والله حنينة يا اخ حنينة حنينا لخيت والله حنينا خويا حنينا عزيز وفرقتك تصعب علينا خويا وحكينا بعلي يا خويا خويا انا اذكر كل سواي عينينا وحكينا ليش بنومتك هديت حيل حسين مرة كسرت حسين ألف مرة كل شمو وقتها تروح يا العباس كل شمو وقتها تروح يا العباس جودك بالخيم كم عين تنتظره شوية العطش من كثر ما عطشان ومن قد غيرتك سويت لك حضرة خويا رديت رجع الحسين إلى المخيم زينب واقفة بباب الخيم شلون حالك يا مولاي خويا ويا مكزور ضاري خويا رديت يا خويا
ترديت رديت ثلثين حين خويا هديت هديت انا اصفق بدي عليك ظليت يا ابني. شو تقول له زينة؟ قل له خويا رديت لي وحيد يا عزين معنى الظهر ممجبليني ويا ابن وايل دحاي من ضعين وين يقنع عبته مقطع بن ميادي. ليش التراب مخرب الخدود؟ ليش التراب مخرب الخدود؟ مريت والباب مسدود حزن صرت اشبه العود يمتى نذب هدوم للسود انا منهدهم قلب مشلوح فرقة الوالد دق بالغلوع شف على ذاك الباب مطبوع وكل مغربية تصب الدموع. قل ابويا يا وبعيد الدروب مشتاق القلب وبعيد الدروب بويا فاقد لمحبوب يا ذاق القلب فاقد لمحبوب افراق الاخو يعور دليلي يعور دليلي ولما رحت هديت حيلي اتقلب وما نام ليلي وجروحكم ترست شليلي. اتلفت وما زينب اي والله ما مشوالي خويا تلفت وما مشوني واخواني كلهم عثرت حرمه وغريبه بكربلا بجمع اليتامى حيل اختنقلوا صار الغروب اخذ نفس ضليت يا دوب متعوب من دنياي متعوب موثار دمع فراق مطلوب يا ناقرة حياة انكسر عقب اخوتي بلعنهونيش بالمشي خلينا ولا براحتي ودينا ودينا يا محاد الضاعه بل شاهد حالتي يا ناقل أمي الخدود وبس يا الله يدرب حالتي مهضوم
تعثريت بعبايتي شم ضلع انكسر يا حسين من الدوس خويا الخيل قل لي سوت بصدرك سهم يلحق سهم وبجسمك مكلبات الملاحق طلع يا حسين من ظهرك أركو ويطيب في بين خيام وبقايا ماتك بقد عباس واصغر جرح بيه نصاير بكبرك الشمر كل ما صيح خويا الشمر كل ما اصيح نعوف خويا حسين يتعمد قبال براسك يطبرك رفع صدرك برجله وعلى الوجه دارك وكل شابتك بيده وبدا يحزن حرك خويا مني السياط تلوعت شتموني مجتوفة يا نقيب حبيل وفوق الجيفين دمعي جرى صحت الله ولحد كاف والكمات ما ظل الزلم بالعاشرة نصرك حال القاح خشنا وموش لك يا حسين نايم والفواطم ينعن بكترك عفو فقدي لي خو يقتي ترى والحياة بي من حيد يا ابن خويا والحياة بي من حيد بدي عليك حنين وبالرمح ظليت اشم عطرك اول مره اشوف الماي يعطش ماي اول مره اشوف الماي يعطش ماي ما مكسور بس اطفالك تكسرك باقى ومحبسك وبراسك يهوسون قطعوا خنصرك وتحيرت بمرك
انتظرتك بالخيم وعيون شبعت وين حتى على الهزل من مصعد انتظرك خويا بتقول خويا للفاو واقيد عزايا وايز عزاو وايز ابن امي خويا شيل فعد ويلي الفاو واقيد خويا ما يحمل فراق خويا بعلي يا خويا خويا ما يحمل فراق تشيتش القلب ما يحمل لأم البنين طلب الحوائج يا أم البنين حالف غير بابك ما أدق باب أبد لا حاشا والله باب العطاء والشفاء أيوة ومن نخاش عرفش ما ترديني بالشدة من أندي بشتوك فيني وياي واكبر شدة من عدها تخلصيني التسهيل امر اخر الفاتحة بكل يوم ظرفش قصة عرف بس ما نسيتيني انا مجربك وعرفش قدها يا معباس والنعيم ما مرة نخيتك وانت عفتيني ولدها يا ولدها أنا أم الوفا ضحت ولدها يم عزايا يا زلو لا يا دعزو زلو لا يا يم وداعت الله عزايا زلو لا يا أكل جسم المرض وانطيت وجه عليك أكل جسم المرض وانطيت وجه عليك وين المريض اللي عجز الأطباء عنه يلا توجه جار الدنيا وردتش تحضريني صحت يم البنين بداعة الشبان بغلاة حسين عندك قوم طيبيني دخيلي يا مولاتي يا أم البنين دخيلك أريدك بالقبر أنت تنقلي وصي المنكر ما يحاجيني مجاربك يم الابنين وعرفك ما تخلصين وعرفك ما تخلصين أنا عندي يقين ودوم زامط بيك نعم عليك الصعدة على النوك شافيني تعبت من المرض تعبت من المرض وعيون دارت ليك وعن الطبع عجز والمرض ما ذي عجز الأطباء نخيتك والقلب صفيته يا معباس صفي قلبك يا الله يا الله أريد من المرض سالم تقوي يم الوفاء عندي طلب وما ظنك ترديني
وجفوفك تشيعيني امشي عليك الاربع مولاتي يا ام بالقبر لا تنسيني تقرين اريد الفاتحه وبحفرتي تنزليني من ادق الباب خير ما يسد الباب وذا دقيت بابك ذهب تنطيني ما عند طفل والوادم يلومون ومن خير اشطف الراي ترزقيني اشوف ولي اريد بعين وافرح بيه ويكبر بلك مولاته ويماشيني حتى بكربلا تطلع الزوار يقول له وياك ازور حسين ودي يقولون ام البنين لما دنت الوفاه من ام البنين العاده يا خدام الحسين كل ام اذا دنت الوفاه من تتمنى اولاده يحضرون ولا ولد يمها يقول ام البنين على فراش الموت يقول قلت للامام زين العابدين قلت له بالله عليك دق نصوب كربلا كربلا عاد باي اللحظات تمنت ام البنين اولاده يحضرونها يم قلنا يما يا عباس ما نبعثتك جاني ايش ما جيت يما ما نبعايا يا ما يستويك يما يا يما يا يما الولد يا يما يما ما نبعثتك جاني ايش ما جيت يما يما تشيل جنازته يا شمعة البيت يم عباس مش عليك راع الزود حاير بالشدايد لا تخليني انتم والوفا وقضاية الحاجات بالدنيا منضيعا لا تتيهيني يما 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 يا عندنا خمس دقائق ورد على ام للزهراء خادم اي والله كل شخص فاقد امه خدمتكم يا بعد عيوني ايه لسان حال مولات زين لما فقدت ام يا فاطم قالت لي يما يما يا يما يا يما يا 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 يما يا يا الحنينه يا يما اي والله هاي ابيات الكل فاقد والدته اي يما الله ويا يا 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 نقعد وياك يما نقعد ويا مايات وبعد هيات يما نقعد وياك تعاي البيت عقبك يما ما يرات اش بيها المقبرة ورحت سكنتيها ريح الشيا لتشترست هدوم ودموع من قد ما أشمن كل وقت بيها يما حنيت يما حنيت حنيت يما تراني شوفتك يا يما حنيت أوف يما يا يما يما بالبيت بالبيت بعد ما يطب يا يما
بدونك البيت من قد ما حنينة وقلبك ابيض كان حتى اللقمة ويانا تجسميها كنا من الصبح نركض على التنور ونتعارك على الخبزة تخبزيها يما ذيك الأيام يما ذيك الأيام يما يما بعد شي يعود هين ذيك الأيام يما وترد قعدتنا يا يما سوية صحت لعند أم يمش كثر محسود صحت لعند أم يمش كثر محسود كل ما دار وجهها بصفه يلقيها أخبرك صاحب الدلال يا بيت وعلي دنياي بس الضيم يا بيت عقب أم صرت بالبيت يا بيت الفتحة الخامسة وتيهو بيت شكرا من القلب لك يا خادم أهل بيت الشاعر الكبير تحسين الخفاجي وناع الزهراء والفارس العبودي حقيقة حلقة كانت متميزة بقراءة النعي والأبيات وشكرا لحضوركم وأنا أعرف صوت من كثرة المشاركات لكن هالطيب كل سنة إن شاء الله هو في سجل الزهراء وشكرا لكل المشاهدين وشكرا لكل شخص شارك أو علق في هذا البرنامج وإن شاء الله كل الحلقات مسجلة في سجل مولاتي الزهراء وشكرا للعاملين إن شاء الله نعم وإن شاء الله دائما في خدمة سيدي ومولاي الحسين وأسأل من الله عز وجل أنه خدمة الحسين توفيق في خدمة سيد الشهداء ولا يحرمنا من خدمة الحسين ولا لباس الخدمة وخدمة الحسين إن شاء الله شرف ما بعد شرف وأرجع وأكرر الشكر لك يا أخي وعزيز تحسين أي أيوة والله حقيقة وكذلك فارس وأعرف أنا وراهم سفر بعد هذا المجلس يتوجهون إلى ديالة إن شاء الله سلامنا لهن في ديالة وشكرا لكل المشاهدين والمتابعين وشكرا للمصورين أبو صوت مخرج اللي حقيقة 10 أيام كنا في هذا البرنامج وهو ليس ببرنامج دائما أذكر أنه مجلس الزهراء مجلس الحسين والفاتحة منصوبة والميت عزيز سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين تقبلوا تحياتي أنا خادمكم ملا محمد السيلاوي الكربلائي وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.